بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، انطلاقاتنا مستمرة والتحديات أيضا متواجدة هنا على أرضية هذا الميدان. بدأت الإثارة من البداية، شعار الدويكي المنطلق في هذه اللحظات، ناصر بن مسعود الدويكي المنطلق في هذه اللحظات. أما في المركز الثاني المتواجد مع المركز الثاني والوصول والتقدم أيضا من شوهين محمد بن سلطان المالكي على المركز الثاني. أما في المركز الثالث القدوم من الأسماء المشاركة والمنطلقة، هناك أيضا الحامل 75 أيضا علي بن حمد الوهيبي على المركز الثالث والمركز الرابع شعار حمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة، شوف الانفراد السريع من بداية هذا الشوط أيضا في هذا الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الشاهينية منطلقة على الصدارة هذا الشوط، وناصر بن مسعود الدويكي المنطلق في هذا الانطلاق الجميل، أو شاهين محمد بن سلطان المالكي ايضا بهذا الشعار الجميل والشعار المميز. هنا اذا صحت الاسماء المتواجده المدونه معانا في كشف البيانات، لكن نتابع على الشعارات يا اخواني. نحن في هذا الشوط اعود الى الصداره والى المركز الثاني. شوف هذه المتدخله ما شاء الله، النوعيه الرائعه والجميله الجذابه للنظر، وايضا من تتحقق دائما هذه النواميس الرائعه. حمد بن سالم الوهيبي من يتواجد مع الصداره هذا الشوط مع بيان منتصر بن محمد المالكي. غير يا بيان، ما شاء الله تبارك الله، شوف شكل بيان، شوف عرض بيان. لكن المركز الثاني محمد بن عيسى المالكي على المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام، الامتار الاخيره والامتار المجنونه، من يتحقق الناموس والانتصار؟ بيان بيان بيان، من بينت بالناموس؟ منتصر بن محمد الوهيبي المركز او المالكي، نعم المركز الثاني محمد بن عيسى المالكي. المركز الثالث حامله رقم 35 ايضا 35 غير مدونه معنا كشف البيانات والتوقيت الزمني، دقيقتين وسبع هو التوقيت الزمني ثاني، وناموس لمنتصر بن محمد المالكي على هذا النوعيه الجميله الذي تابعناها وياكم.